واحدة من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة الحقيقة برضو لما نبتدي نحط المكنة دي في المستشفى، إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا عندنا الماجنت ده لما بيتحط ده ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده بيبقى له شكل، الشكل ده بيقل مع المسافة، أوكي؟ فطبعًا لازم نبقى عارفين البروفايل بتاعنا عامل إزاي، علشان أنا لازم يعني ما يبقاش عندي مثلًا مكان جوه المستشفى متعرض لماجنتيك فيلد عالي ويأثر على الناس أو يأثر على الماجنت نفسه. فبنبص مثلًا إحنا عندنا في حاجة اسمها الشيلدنج، ماجنت شيلدنج. شيلدنج معناه ان انا بحط حاجة تحاول انها تقلل لي الماجنتيك فيلد اللي طالع بره الأوضة بتاعت الام ار اي. فممكن اعمله بكذا طريقة، ممكن اكشن ما تحطش خالص، يعني في مكان بيتحط من غير شيلدنج خالص، في مكان بيتحط بحاجة اسمها باسيف شيلدنج، يعني عبارة ان انا بحط مثلا بانسرت مثلا كيج كده، بانسرت مثلا ماتريكس اوف كوندكتورز كده في الحيطة وفي السقف وفي الارض وحاجات زي كده، بتبقى حاجه باسيف يعني نتورك كده، او احط شبكه كده في من الكوندكتورز يعني معموله ديزاين بشكل معين كده في الوول بتاع الاوضه، كل الوولز بتاعت الاوضه. او بعمل اكتيف شيلدنج ان انا بحط اكشوالي بحط كويل زياده، والكويل الزياده ده بيجنريت ماجنتيك فيلد خارج الماجنتيك فيلد التاني، يعني يبقى يعني بيحاول ان هو يضاد الماجنتيك فيلد خارج البور بتاعت الماجنتيك فيلد او خارج المكان اللي انا بصور فيه، يعني الجزء بتاع البيشنت ما بيبقاش الكويل ده له افكت عليه، الجزء اللي بره البيشنت بقى اللي هو خارج الاوضه او خارج الماجنت نفسه، خارج اللي هو الجزء بتاع الماجنت نفسه بيحاول يجنريت ماجنتيك فيلد يضاده، بحيث ان هو في الاخر يبقى النت يقل بسرعه اكتر بكتير من الايه الباسيف والايه وفي حاله النو شيلدنج. فلو انا بصيت مثلا عشان ابقى متخيل برضو المسافات عامله ازاي، كل واحده من المربعات دي متر في متر، اوكي؟ زي ما انا شايف هنا كده. لو بتكلم على 0.5 تسلا زي ما انتم شايفين كده، وده الماجنت بتاعي كده في الدايركشن ده، الماجنتيك فيلد في الدايركشن ده كده، ده التيبل اهي كده. فبنتكلم على ان انا في الدايمنشن اللي هو العمودي دوت بيبقى عندي 2 متر عشان اوصل لايه؟ الحاجه اللي بسميها ال 5 جاوس لاين، اوكي؟ لو انا بتكلم على نفس الحاجه هي في ال 1 تسلا بتكلم على 3 متر، اوكي؟ يعني معنى كده الماجنتيك فيلد يعني بيوصل لمسافه ابعد. لو بتكلم بقى في الدايمنشن اللي هو فيه الماجنت نفسه، بتكلم هنا على اصلا 3 متر ونص، وهنا على بتكلم على 4 متر ونص، اوكي؟ لو بتكلم مثلا على 1.5 تسلا اللي هي فيري كومنلي يوز دلوقتي، بتكلم على الرينج بتاعي في اتجاه الماجنت، بتكلم على 1 2 3 4 5 متر. طبعا 5 متر دي بيبقى فيه 5 متر زي الناحيه الثانيه او اكتر كمان، اوكي؟ او بتبقى عاده سيمتريك، يعني بيبقى فيه 5 متر كده و5 متر كده. يبقى معناه لو انا عايز احط الاوضه بتاعتي، يبقى عايز اعمل حاجه تبقى بيسكلي شيلدد يعني، او تبقى مثلا الماجنتيك فيلد اللي بره يبقى اقل ما يمكن، يبقى لازم اعملها على الاقل 10 متر في الدايمنشن ده، اوكي؟ لو بتكلم على 2 تسلا بلاقي انها اكبر كمان واكبر، اوكي؟ لما بستعمل ان شيلدد، لما بجيب ان شيلدد يعني استعمل ان شيلدد ماشين، يعني احط المكنه نفسها او الاوضه نفسها تبقى ان شيلدد، بتكلم على فرق مثلا كام؟ من هنا 5 متر ممكن تبقى 6 7 8 8 ونص متر. يعني معنى كده الاوضه بتاعتي بدل ما كنت احطها 10 متر طولها 10 متر، هضطر احطها طولها 17 متر، اوكي؟ لو بتكلم على باسيف شيلدنج بزود 1.5 متر، يبقى معنى كده 6.5 متر، يبقى معنى كده الاوضه بتبقى طولها يزيد 13 متر، اوكي؟ فبتكلم على ان انا الرسمه دي بتوريني ان انا محتاج اوضه حجمها قد ايه، اوكي؟ علشان يبقى الماجنتيك فيلد بره الاوضه دي يبقى سيف، اوكي؟ فكل الرسومات دي هي فيها التراجكتوري بتاع السيف 5 جاوس لاين اللي هو 0.5 ملي تسلا، لان هو ال 5 جاوز الناس عارفه ان هو ده السيف ليفل بتاع الماجنتيك فيلد، ان هو ما يأذيش حد او ما يعملش اي سايد افكتس مثلا ممكن انها تاثر عليا، اوكي؟ فده يدينا دياجرام مهم جدا، ان انا لو عندي ماجنتيك يعني عندي ماجنت بسترينث معين، اشوف الديزاين بتاع الاوضه بتاعته المفروض تبقى كام في كام. يعني مثلا 1.5 تسلا عندي 1 2 3 4 5، الربط الناحيه الثانيه ب 10، في الدايمنشن الناحيه الثانيه 1 2 3 ونص، يبقى معنى كده 7 متر، يبقى 10 متر في 7 متر للاوضه بتاعه الايه؟ بتاعه ال 1.5 تسلا.